خلونا نطلع بس. ما هي الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع؟ هي أبرز الاقتراحات. هو الحقيقة أنا يعني أنا لم أكمل الاجتماع لارتباط سابق. ابرز ما اتفقتم عليه في الاجتماع. الخطوط العريضه يا دكتور حسن. اعملوا بس المجاهدين. اقدر اتكلم؟ اقدر اتكلم. هذا الاجتماع اجتماع خاص بحمايه الثوره. هذا الاجتماع اجتماع خاص بحمايه الثوره المصريه وليس اجتماعا انتخابيا، لكن بالقطع تطرقنا للعديد من النقاط المرتبطه بوضع الثوره، المرتبطة بوضع الانتخابات الرئاسية. أنا شخصيا حقيقة انصرفت قبل موعد نهاية الاجتماع لارتباط سابق وليس لأي سبب سياسي. أنا قدمت رؤيتي ملخصة في خمس نقاط وخمس مطالب بنطلب من الدكتور محمد مرسي الالتزام بهذه النقاط. رؤيتي كانت أولا حياد رئيس الجمهورية القادم وأن يكون حكما بين السلطات والأحزاب والجماعات، وهذا يقتضي أن احنا بنطلب من الدكتور محمد مرسي أن يجمد عضويته في جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا يستقيل من رئاسة حزب الحرية والعدالة باعتبار أنه مفترض أن يكون رئيسا لكل المصريين. أيضا طلبنا من الدكتور محمد مرسي عدة نقاط لها علاقة بتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 10 شخصيات وطنية بارزة بيمثل الاتجاهات الوطنية الرئيسية الإسلامية والليبرالية واليسارية. أيضا طلبنا بأن يكون هناك أول حكومة تشكل أن تكون حكومة إنقاذ وطني وأن يرأسها رئيس حكومة من الشخصيات الوطنية المستقلة، وأن يكون له ثلاثة نواب رئيس وزراء بيمثلوا ثلاثة اتجاهات رئيسية. طلبنا أيضا أن يكون هناك اختيار لعدد من الوزراء من الشخصيات ذات التوافق العام التي يتفق عليها الجميع، وليس بالضرورة أن تكون شخصيات حزبية، ممكن أن تكون من أهل الخبرة، ممكن أن تكون من شخصيات التوافق العام، وهي وزارات الداخلية، الداخلية الخارجية، وزارة العدل، وزارة المالية. أيضا هناك مطلب خاص بتشكيل مجلس قومي للإعلام حتى لا يقع الإعلام فريسة في يد طيار أو جماعة. أيضا هناك مطلب خاص بالدستور بتشكيل لجنة دستورية، لجنة إعداد الدستور بوضع دستور يليق بقيمة مصر ويرسخ فكرة الدولة المدنية. أيضا طلبنا من الدكتور محمد مرسي أن يلتزم بما يؤكد أنه لن يزيح السلم الذي سيصعد عليه إلى السلطة، بمعنى أنه لن يلغي أو يعوق أيا من الآليات المرنة لانتقال السلمي للسلطة. أيضا طلبنا تعهدات خاصة بالحق في المساواة بين الرجل والمرأة، الأقليات، احترام حقوق الأقلية السياسية والدينية، احترام المرأة. هذه المطالب الخمسة اللي أنا نقلتها باسم حزب غد الثورة، بنتمنى أنه حال الاتفاق عليها والالتزام بها سنؤيد المرشح الذي يدعم أو يعلن وثيقة مكتوبة تؤكد التزامه بهذه المطالب. هل تم تدرج سلطات المجلس العسكري؟ لا. ايه سبب غياب المرشحين؟ غياب المرشحين؟ كان في شورت نوت يعني او يعني وقت قليل ما كانش في فرصه بالنسبه لهم، هم ناس خارجين من انتخابات وخارجين من فرز وخارجين مجهود كبير ما قدروش ان هم هل اوصلوا رؤيتهم للكلام؟ اعتقد ان في اتصالات سلطتين في الايام القادمه. دكتور ايمن يعني نحن بنتابع الرد على ده على احنا 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 في انتظار، انا شخصيا كحزب غد الثوره احنا في انتظار الرد على هذه الوثيقه. فعندنا اجتماع هيئه عليا غدا في حزب الغد الساعه 5 للنظر في هذه الوثيقه وفي رد حزب الحريه والعداله عليها. ايضا لدينا اجتماع يوم الاثنين الساعه 5 في مقر غد الثوره، اجتماع لمجموعة 15 أحزاب مدنية للاتفاق حول وثيقة مشابهة أو تأييد هذه الوثيقة اللي احنا سلمنا صورة منها شخصيا يدا بيد للدكتور محمد مرسي في هذا الاجتماع الأولي، اللي قد يعني قد يكون هناك اجتماعات أخرى ستتم في الأيام القليلة القادمة. في حالة عدم اتفاق مع الدكتور محمد مرسي على الآلية التي يستلم بها تحديد الشكل العام ومرشح آخر، كيف سيكون الوضع؟
في حالة عدم الاتفاق سيكون لنا قرار سنعلنه في حين. هل ستدعموا شفيع يعني ولا ايه يا دكتور؟ مرشح حضرتك يا دكتور. لا مين ما سجلش؟ هتدعموا هتدعموا مرشح الاخر يا دكتور ولا انت حاجه في التعامل كان مع في الثوره وليس العكس. شكرا. يعني انا ما اقدرش اتكلم عن الاجتماع لاني لم استكمل الاجتماع لنهايته لوجود ارتباط سابق ليا مضطر ان انا الحق بيه، وبالتالي فانا الحقيقه مش هتكلم عن الاجتماع لكن هتكلم عن رؤيتي. انا حددت رؤيتي في 5 مطالب في وثيقه قدمتها باسم حزب غد الثوره بتطلب 5 ضمانات. جزء من هذه الضمانات يتصل بحياد الرئيس القادم وضرورة أن يكون لا ينتمي لجماعة ولا يتولى رئاسة حزب. نريد رئيس كل المصريين، وبالتالي طلبنا من الدكتور محمد مرسي أن يعلن تنحيه عن رئاسة حزب الحرية والعدالة وتجميد عضويته في جماعة الإخوان المسلمين. أيضا كان هناك حديث تفصيلي عن بعض المطالب التي تطمئن الشارع المصري والتي تؤكد أن الرئيس القادم لن يزيح السلم الذي صعد عليه للرئاسة، لن يلغي آليات مرنة لتداول السلطة. أيضا كان هناك حديث خاص بقضية ثواني أقدر أطلع على الوثيقة. هي الوثيقة التعهد بالالتزام بمبدأ حياد الرئيس. ثانية واحدة يا جماعة بعد اذنكم عشان اعرف اقرا يا جماعة. النص الوثيقة اللي احنا سلمناها دكتور محمد مرسي بيتضمن 5 نقاط. النقطة الأولى وفيها 5 نقاط أيضا التعهد بالالتزام بمبدأ حياد الرئيس كحكم بين كافة السلطات والأحزاب والجماعات، وهذا يقتضي الآتي: أولا تجميد عضوية الدكتور محمد مرسي من رئاسة حزب من جماعة الإخوان المسلمين وتنحيه عن رئاسة حزب الحرية والعدالة. نمرة 2 التعهد بعدالة في تمثيل كافة الاتجاهات الرئيسية في قرارات التعيين في رئاسة الجمهورية وفي الجهاز الإداري وأيضا في مجلس الشورى. أيضا تشكيل لجنة خبراء هدفها دمج برامج المرشحين بالصورة التي تسمح أن يتحول برنامج الدكتور محمد مرسي برنامج الإنقاذ إلى برنامج وطني شامل. أيضا هناك نقاط تتصل بتشكيل مجلس رئاسي مكون من 10 أشخاص، منهم 3 نواب 3 مساعدين 3 مستشارين وأمين عام لهذا المجلس الرئاسي. لا لا لا، احنا لا نتحدث عن الحقائب وليس لنا اي مطالب شخصية، هذه مطالب لتطمين الشارع لان هناك مخاوف حقيقية ومشروعة احنا نقلناها وعبرنا عنها، وبنتمنى ان احنا نتلقى ردا ايجابيا على هذه المطالب في اسرع وقت من الدكتور محمد مرسي. وهي 5 مطالب احنا هنناقشهم بكرة في اجتماع الهيئة العليا لحزب غد الثورة. اعتقد هي ردود ايجابية ان شاء الله. حضرتك تأمل او الاحزاب المدنية في وعود معينة من دكتور محمد مرسي بتنفيذ المطالب دي او العروض دي؟ وعود معينة من دكتور محمد مرسي ده؟ لسه احنا في حوار ده. لو ما تمش الالتزام هيلحق.